طبعاً لحظة اكتشافي للمرض كانت لحظة قوية بحياتي، صدمة بالنسبة لي، زوجي، أهلي، أي أحد بحياتي كفاح. أنا ما كنت أعرف طريقة الكشف الذاتي يعني بدقة. بعدها توجهت للمستشفى، بعد ما توجهت للمستشفى سويت أشعة الماموغرام، بعدين لما عرفت النتيجة بديت بالعلاج. طبعاً العلاج له مراحل، مرحلة الاستئصال، بعدين مرحلة العلاج الكيماوي، وتجاوزتها اللهم لك الحمد والشكر. طبعاً كانت تجربة قاسية بالنسبة لي، بس التجربة هذه القاسية تحولت إلى تجربة إيجابية. أثناء أخذي للعلاج في يوم من الأيام توضيت وأبي أصلي الضحى، رجعت بعد ما توضيت أنتظر جرعة العلاج الكيماوي، فجأة سبحان الله صار عندي توقف بالقلب. بعد ما صار عندي توقف بالقلب طبعا ثواني، الحمد لله تم إسعافي وإنعاشي، والله سبحانه وتعالى كتب لي حياة جديدة. هنا أنا اكتشفت سبحان الله إن طالما الله سبحانه وتعالى رجع لي دقات قلبي ما رجعت عبث، إن في باقي حياة أنا أكملها، لازم يكون عندي عزيمة، يكون عندي صبر، يصير عندي قوة. وصلت وكملت، أخذت العلاج الكيماوي اللهم لك الحمد والشكر لين آخر جمعة. رسالتي اليوم لكل امرأة، لا تتجاهلين أي إحساس يجيك، لازم تبادرين بالكشف الذاتي وضرورة التوجه للمراكز الصحية والمستشفيات للوقاية من سرطان الثدي.